أصحاح الثالث عشر من سفر دانيال النبي. قصة سوسن العفيفة. وكان في بابل رجل اسمه يوياقيم، تزوج امرأة اسمها سوسنة ابنة حلقية، وكانت جميلة جدا وتعيش في مخافة الرب، وكان أبواها بارين، فربيا ابنتهما بحسب شريعة موسى. وكان يوياقيم غنيا جدا، وكانت له حديقة تجاه داره يجتمع فيها اليهود إليه، لأنه كان أوجههم جميعا. وأقيم في تلك السنة شيخان ليقضيا في الشعب، وهما من الذين قال الرب فيهم: جاء الشر من بابل من شيوخ وقضاة يحسبون مدبر الشعب وهم لا يدبرونه. وكان يترددان إلى دار يوياقيم فيأتيهما كل صاحب دعوة. وكانت سوسنة تدخل عند الظهر وتتمشى في الحديقة بعد أن ينصرف الشعب، فكان الشيخان يريانها كل يوم تتمشى، فتولعا بها، فأفسدت الشهوة عقليهما، وصرفا أعينهما عن السماء لئلا ينظرا ويتذكرا أحكام الله العادلة. شغف كلاهما بها، ولم يكاشف أحدهما الآخر بحبه لسوسنة، لأنهما استحيا من كشف هواهما ورغبا في مضاجعتها. وكان كل يوم يترقبانها باجتهاد لكي ينظراها. وذات يوم قال أحدهما: لننصرف إلى بيوتنا، فإنها ساعة الغداء. فخرجا وافترقا، ثم انقلبا ورجعا إلى الموضع. فسأل واحدهما الآخر عن سبب رجوعه، فاعترفا بهواهما، واتفقا معا على وقت يمكنهما فيه أن يجتمعا معها على خلوة. وكان ينتظران اليوم المناسب، ففي أحد الأيام دخلت سوسنة كما اعتادت أن تفعل أمس وما قبل، ومعها جاريتان فقط، وأرادت أن تغتسل في الحديقة لأنه كان حر، ولم يكن أحد هناك إلا الشيخان اللذان اختبأ يترقبانها. فقالت للجاريتين: ائتياني بزيت وعطور وأغلقا باب الحديقة لأني أريد أن أغتسل. ففعلت الجاريتان كما أمرتهما، أغلقتا أبواب الحديقة وخرجتا من الباب السري لتأتيا بما طلبته سوسنة، ولم تعلما أن الشيخين مختبئان هناك. فلما خرجت الجاريتان نهض الشيخان من مخبأهما وهجما على سوسنة وقال: أبواب الحديقة مغلقة ولا يرانا أحد، نحن مولعان بك، فوافقينا وكوني معنا كما نريد، وإلا فنشهد عليك أنك صرفت الجاريتين عنك لتنفردي بشاب كان معك. فتنهدت سوسنة وقالت: لا حيلة لي معكما، فإن فعلت ما تطلباني فالموت ينتظرني بسبب الزنا، وإن لم أفعل لن أنجو من أيديكما، ولكن خير لي أن لا أفعل ثم أقع في أيديكما ضحية بريئة من أن أخطأ أمام الرب. وصرخت سوسنة بصوت عظيم، فصرخ الشيخان عليها يتهمانها، وأسرع أحدهما وفتح أبواب الحديقة. فلما سمع أهل البيت الصراخ في الحديقة وثبوا من الباب السري ليروا ما حدث لسوسنة. ولما تكلم الشيخان خجل العبيد جدا، لأنه لم يقل قط مثل هذا القول على سوسنة. وفي الغد لما اجتمع الشعب في بيت زوجها يوياقيم، جاء الشيخان وهما يضمران الشر على سوسنة
ليهلكاها، وقالا أمام الشعب: أرسلوا من يأتي بزوجة يوياقيم سوسنة بنت حلقية. فأرسلوا، فأتت هي ووالدها وبنوها وجميع أقاربها، وكانت سوسنة حسنة الهيئة وجميلة المنظر، وكان الحجاب يغطي وجهها. فأمر هذان الفاجران أن يكشف وجهها ليشبعا من جمالها، وكان أهلها وجميع الذين يعرفونها يبكون. فقام الشيخان في وسط الشعب ووضع أيديهما على رأس سوسنة ليشكوانها، فرفعت نظرها إلى السماء وهي باكية، لأنها كانت متكلة بكل قلبها على الرب. فقال الشيخان: كنا نتمشى في الحديقة وحدنا، فإذا بهذه المرأة دخلت ومعها جاريتان، وأغلقت أبواب الحديقة ثم صرفت الجاريتين. فجاءها شاب كان مختبئا والضجع معا، وكنا نحن في زاوية من الحديقة، فلما رأينا الشر أسرعنا ورأيناهما متعانقين، فحاولنا أن نمسك الشاب فلم نستطع لأنه كان أقوى منا، ففتح الأبواب وفر هاربا. وأما هذه المرأة فقبضنا عليها وسألناها عن الشاب، فأبت أن تخبرنا، هذا ما نشهد به. فصدقتهما الجماعة، لأنهما شيخان وقاضيان في الشعب، وحكموا على سوسنة بالموت. فصرخت سوسنة بصوت عظيم وقالت: أيها الإله الأزلي، أنت ترى الخفايا وتعرف كل شيء قبل أن يكون، أنت تعرف أن هذين القاضيين شهدا علي بالزور، وها أنا أموت بريئة لأني لم أصنع شيئا مما افتريا علي. فسمع الرب صلاتها، وحين كانت تساق إلى الموت أثار الله روحا مقدسا في شاب اسمه دانيال، فصرخ بصوت عظيم: أنا بريء من دم هذه المرأة. فالتفت إليه الشعب كله وقالوا: ما معنى هذا الكلام الذي قلته؟ فوقف دانيال في وسطهم وقال: ما أغباكم يا بني إسرائيل؟ كيف تحكمون على امرأة إسرائيلية دون أن تفحصوا وتتحققوا الأمر؟ عودوا إلى موضع القضاء، لأن هذين الرجلين شهدا شهادة زور. فأسرع الشعب كله ورجع إلى حيث تعقد المحكمة. فقال الشيخان لدانيال: أعطاك الله حكمة الشيوخ، فهلم اجلس بيننا وأفهمنا ما تعني بكلامك. فقال دانيال للشعب: فرقوهما بعضهما عن بعض وأنا أسألهما. فلما افترق الواحد عن الآخر دعا دانيال أحدهما وقال له: أيها المعتق في الشر، ستعطي جوابا على خطاياك التي ارتكبت من قبل حين قضيت بالظلم وحملت على الأبرياء وأطلقت المجرمين، والله قال: لا تقتل البريء والنقي. فالآن إن كنت رأيتهما حقا فقل تحت أية شجرة رأيتهما يتداعبان. فقال: تحت البطمة. فقال دانيال: كذبت، فسقط كذبك على رأسك. فالله أمر ملاكه أن يشقك شطرين. فأبعد دانيال القاضي الأول جانبا وأمر، فأقبل إليه الآخر فقال له: أنت من نسل كنعان لا من نسل يهوذا، فتنك الجمال وأفسد الهوى قلبك، هكذا كنتما تصنعان مع بنات إسرائيل، وكن يخفن منكما فيجاريانكما. أما هذه المرأة ابنة يهوذا فلم تحتمل فجوركما. فالآن قل لي تحت أية شجرة رأيتهما يتداعبان؟
فقال: تحت السنديانة. فقال له دانيال: وأنت أيضا كذبت، فسقط كذبك على رأسك، فملاك الله واقف وبيده سيف ليقطعك شطرين، وهكذا يهلككما. فصرخ الجمع كله بصوت عظيم وبارك الله مخلص الذين يرجونه. وقاموا على الشيخين بعد أن أثبت دانيال من كلام فمهما أنهما شهد بالزور، فصنعوا بهما كما نويا أن يصنعا بالقريب عملا بما في شريعة موسى، قتلوهما ونجوا الدم الزكية في ذلك اليوم. فسبح الرب حلقية وامرأته لأجل ابنتهما مع يوياقيم رجلها وكل أقربائها، لأنه لم يوجد فيها شيء قبيح. وعظم دانيال عند الشعب من ذلك اليوم فما بعده.